برسم عن الوضع، برسم عن البلد القديمة من خليل، برسم عن الحواجز العسكرية، شو بصير، شو بصير عندها من معاناة، كيف بحطوا السلك الشائك، بحطوه في وجه الفلسطينية وين ما كان. أنا نسرين العزة، بسكن في تل رميدا الخليل، عندي أولاد 4، بنتين وولدين. طبعا في أحداث كثير صارت، أحداث مرعبة، أحداث كثير مؤسفة. لها تأثير إني أنا كثير، أول إشي أولا انصدمت أنا يعني في موتة زوجي، بعدها المنطقة عسكرية مغلقة، هذه عملت لي حزن جدا. يعني أنا يعني صراحة أنا متواصلة مع الأجانب في كل إشي، يعني حسيت حالي وحيدة، صح إنه لأنه كل واحد منفصل في بيته، حسيت إني أنا وحيدة، إنه ما عندي حد، إنه ما عندي هاي، فهمتي علي؟ برضو عندي هذه اللوحة اللي هون، عندي اللوحة اللي هون عن تقطيع الشجر، كيف إنه المستوطنين استغلوا فترة بس عدم وجودنا في البيت، بس عدم وجودنا في البيت شوية، لأقول لك لبضع ساعات، كيف إنه أنا تفجرت مشاعري جواي، وأنا رسمت كيف إنهم بالضبط كيف قطعوا لي الشجر، لكن بإرادة الله الشجر هلا عماله بينبت، رجع ينبت من هون من الشروش، تصوري أنتي، صح هم قطعوا لي اللي هون، بلش ينبت من هون وبلش ينبت من تحت، فأنتي تصوري يعني الله ما تركنا، يعني إنه الحمد لله.